تعرف يا مهجد، أنا كنت هزعل منك قوي وأخد على خاطري لو ما كنتش قدرت يعني تيجي عشان تقابلني. بالعكس يا منيرة، ده أنا اللي كنت هزعل قوي لو ما كنتيش طلبتي إن احنا نتقابل. تتصوريش قد إيه نفسي أشوفك وأتكلم معاكي. إيه أخبار؟ هتتكلم معايا تقول إيه؟ منيرة كنت عايزة أسألك، يعني أنتي سنجل ولا دبل؟ هو الحقيقة بعد أبو سلطان ما غار في ده، قصدي بعد ما مات يعني في ده، ما كنتش بفكر في الموضوع ده أبدا، بس الحقيقة كان حواليا كتير كتير قوي قوي قوي، وكانوا بيحاولوا كتير قوي قوي. عندك مثلا حسب ما الذاكره جايبه يعني سعيد بيه الله يرحمه، الله يرحمه، وعزت بيه الله يرحمه، الله يرحمه، وكاظم بيه الله يرحمه. لا ده لسه في الإدعاش، هيموت هيروح فين يعني؟ بس عايز اقول لك على حاجه، انت ماشيه في الطريق المظبوط، انا برضو اسبوعين كده ان شاء الله وهحصله. بعد الشر عليك يا بهجت. منيرة عندك استعداد تبقي دبل؟ بهجت ممكن من فضلك أصلح لك حاجة بسيطة كده، هي اسمها كابل مش دبل. أنا حقيقة يعني حاسة بكراش ناحيتك، بس المخفي ابني بقى سلطان. سلطان؟ ده زي ابني، أنا هربيه زي ابني بالظبط وعمري ما هحسسه بفرق. يا بهجت خص عليك يا منيرة، لو ما كنتش أنا هربي سلطان طب مين يربيه؟ منيرة! منيرة! إيه ده؟ أنت بتعمل إيه هنا؟ كنت مستنيك. أنت مش قلت رايح العيادة؟ أنا رحت العيادة لقيتها قافلة. إيه القفص اللي في إيدك ده؟ ده شوكت هشرح لك وإحنا في الطريق. بقول لك إيه، عايزك تفضي البيت من أي حاجة غالية تحطيها في اوضتك. ليه ان شاء الله؟ هتعمل ايه في بيتي؟ هعمل عيد ميلاد وهتبقى زريبه. زريبه؟ تبقى اعزم قرايب ابوك. هيه هيه هي. استظرافي استظرافي، انت كده ام لذيذه يعني؟ يلا يا بهجت تعالى معايا. طب اسبقني انت. طب يلا يلا. خليك انت هنا. يلا يا بهجت. اجايز. يلا يا ابني. اهو اهو.